هاي هي بوقت التحرير هاي الصورة. صرخة لم تكن إلا بداية وجع جديد. هذه الصورة من الصور التي اشتهرت في معركة الموصل عام 2017، وهي لشاب هرب من الموت مع طفلتيه تاركا جثة زوجته خلفه، ليمضي بعد ذلك 4 سنوات دون أن يحصل على حقوقها. والله مش ما عملته، بس بعد لحد الآن يعني ما استلمنا أرض لا تعويض لا فرشي، يعني ووضع العام كله يعني تقريبا مثل عبد الرحمن، لحد الآن 3/4 الناس اللي ضررت ما استفادت من أي شيء من الحكومي. غيب الموت صاحب هذه الصورة ليترك خلفه أطفالا دون أي معيل، ومثل هذا الشاب كمثل آخرين ممن نالت منهم نيران الحرب وأجهز عليهم الإهمال الحكومي. ليبقى بعد ذلك هؤلاء الأيتام دون أي معيل. نفسي تعبت، كانت يعني تعبانة من أثناء الحرب اللي هي الأولانية اللي ماتت، ويعني كان حيل يجر مأساة منها، متأثر منها، وحالته النفسية تعبانة وشظايات بجسمه. عدد الضحايا من المدنيين يقدر بالآلاف، وأيتامهم لا حصر لهم، وبعضهم يعتقد أنهم أيتام فمصير آبائهم ما يزال مجهول. كل هذا بكفة، والإجراءات الحكومية لاستحصال حقوق الضحايا بكفة أخرى. إحصائية لهذا العام لحد الآن إحنا ما اشتغلنا إحصائية لهذا العام، لكن الأعداد بالمجمل يعني تقريبا بحدود 80,000 معاملة، وانجز مجمل المعاملات اللي أنجزتها اللجنة الفرعية. فراشتان لا ناقة لهما فيما حدث ولا جمل. رحلت أمهما بقذيفة هاون وخطفت شظاياه بعد ذلك روح أبيهما، وهذه صورة من صور الألم والأسى في هذه المدينة. قصة هذا الرجل ما هي إلا واحدة من آلاف القصص التي حدثت في هذه المدينة، ونموذج للعنة الحرب التي حلت على أبناء الموصل ممن لم يحصلوا على حقوقهم حتى يومنا هذا. من ذات المدينة، محمود الجماسة، قناة التغيير.